اسمك رباعي حمزة محمد إبراهيم الزرقة. حمزة محمد إبراهيم الزرقة. وين تيت من غزة؟ فاهم غزة. العين مرة ضبط شو تعب شو نشيب إيش دي؟ الحماس. فايش الحماس؟ الجسام. قسم النخبة نخ. شو المهمة تبعتك كانت؟ اقتحام. اقتحام لوين؟ لأخطر عزة. شو تعملوا؟ نطهرها ونسيطر عليها. شو يعني التطهير؟ نفضيها. من إيش؟ من الناس. تخطفه ولا ايش؟ ما قطفناش احمد يعني ايش بس قتل؟ انفض الضوء. شو عملت؟ طخينا على الشبابيك والابواب. ومين طخيت هناك؟ طخيت مره كبيره. هي كانت قبالها ولا ايش في عندي؟ تفاجئت فيها طخيت. وين الطلقه طبت فيها؟ في كتفها. ايوه شو صار فيها؟ وقعت. شو عملت بكوان في الدور؟ ولعنا ضارين ولعنا. والدار اللي في جنبكم مين ولعها؟ محمد بصل. انت قتلت كم واحد؟ واحدة. شو كمان قتلته؟ وواحد محمد بصل قتل واحد. مين الواحد هذا؟ كان 42 سنة. شو كان بيعمل؟ كان برش مية. كان معه سلاح الزلمة؟ لا 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 هو تفاجئ فيه. مدني؟ اه. مسموح انك تقتل مرة هيك؟